الكرام، وصلنا إلى جائزة $200,000 أمريكي فيما يخص الروايات المنشورة من فئة الدراما. طبعاً نذكر أسماء الروائيين الخمسة الذين وصلوا إلى هذه الجائزة: الياس خوري وإبراهيم نصر الله وإيمان حميدان ويحيى يخلف وناصر عراق. واحد من الخمسة المذكورين سيفوز بهذه الجائزة وقيمتها $200,000 أمريكي. رواية للتحول لعمل درامي، فئة الروايات المنشورة في هذه الدورة في هذه الليلة المباركة، هو الأستاذ ناصر عراق. ألف 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 مبروك.